فيرا يمين، عضو المكتب السياسي للمرد. ملحم رياشي، كاتب، صحافي، وزير، وواتي اختلفوا بالسياسة ووصلوا لاتفاق، ولكن اليوم رح يتحدوا بعضهم بالفن كرمال قضية إنسانية. ليالي العمر النجمات بترقص فيها. إذا كان الغنى مثل المفاوضات بيطلعوا بكتر، أما إذا العكس بيطلع بكتير. تيار المرضى صوته معي. لك انت اكثر حدا بيعرف انه تيار المرضى بيعطي ما بياخذ. ملحم عم بيطلب مني اني صوت له، بتعرفوا ليش عم بيطلب؟ لانه بالكواليس كان عم بيقول لي انتم المرضى ما بتعرفوا الا تعطوا، رح صوت لك ملحم. خاطره بس لازم صوت لك، كلهم رح يغنوا احسن مني، حتى انت بتجيب الاصوات. اوعى صوت عندك ولا عندي؟ عندي كلهم. انا بتعرفوا طالما انا خلصت من الاول وملحم بعده ناطر، عبالي اساله شو كان رايه فيي. يلا خلت ملكي جبلنا، انا بنطلع على المحميه، اصلا عزمنا سليمان بيك على الصيف. يلا ما نطلع لعنده. كانت ناقلتنا من ضيعك حملايا على ضيعك تنورين. رح قل له لملحم انه هالمرة البوسطة معك مش على تنورين، على اهدى. الوزير امن اصواته، رح صوت لك، نحن همنا البلد. والشاطر بشطر.